السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد موقع ربح مال جديد اسمه neoseo.com. أول حاجة بتدخل على الموقع، بتضغط على registration وتسجل في الموقع. بعد كده هقول لكم تعملوا إيه. أنا عندي حساب، هقول له entrance. أول ما بتخش وبتعمل حساب فيه بيجي لك كود تفعيل بيبعت لك الباسورد، وبعد كده بتخش على الموقع بكل سهولة. الموقع ربح مال عن طريق تصفح وعمل مهمات. اول حاجة تعملها بس في الموقع تخش على السيتنجز او الاعدادات وتربط حسابات اليوتيوب والانستجرام والحسابات الباقية دي كلها، بحيث انك انت تقدر تشتغل على الموقع بكل سهولة. ادنى حد للسحب في الموقع هو 2 روبل على بير، وفي كيوي، وفي اي كيو ماني، بس خلينا في بير، ده اقل حد للسحب 2 روبل. اول حاجة بتجيبه منين؟ بتجيبه من باي اوتس هنا، او بتضغط على ايقونة الرصيد الرئيسي اللي هي دي الرصيد الخاص بيك بالروبل. اللي معرفش الدولار بيساوي 90 روبل، بضغط عليها بيجي لي قائمة السحب او باي اوتس، بضغط عليها هي. عشان نربح من الموقع بتضغط على ويب سايت سيرفينج او خدمة او تصفح المواقع، تصفح المواقع وبتختار الموقع وتبدأ تضغط عليه وتستنى 20 ثانية وتبدأ تربح من عليه. اليوتيوب، لو انت ربطت حسابك بيوتيوب هتتفرج على فيديوهات يوتيوب وتربح منها والرصيد بيجي لك هنا. انستجرام هتضغط عليها، انستجرام تضغط على ملف الانستجرام وتعمل لايك او متابعة ليه وتبدأ تربح منه. في حاجة اسمها ريدنج ليترز او قراءة الخطابات، دي كل حاجة في الموقع. هنا من البرسونال اريا بتضغط مايول، بيجي لك كل حاجة عن حسابك. عشان تربط حسابك بتضغط على ماي بيرسونال داتا من بيرسونال اريا، ماي بيرسونال داتا، وبعد كده بتدخل حساب بير عن طريق انك انت مثلا بتدخل هنا وتقول له، فهيقول لك طلب بين او اسك ريكويست فور بين كود، وبعد كده بيجي لك البين كود على الايميل وتكتب البين كود هنا وتكتب رقم حسابك في بير. عشان بقى تربط حسابك بتضغط هنا على ربط الحساب في اليوتيوب، طبعا لازم تكون مسجل دخول اصلا في اليوتيوب في المتصفح اللي عندك، وتربط الفي كي او كونتاكتي برضو بتقول له لينك من هنا، وبعد كده هو بيربطه اوتوماتيك على طول. والانستجرام كذلك، لينك انستجرام، انستجرام اكونت هتضغط عليه ويبدا يعمل له اللينك على طول. بتكتب بس البروفايل نيم او اسمك، البروفايل نيم الخاص بيك في انستجرام، وتقول له لينك انستجرام اكونت. دي كل حاجه في الموقع. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه وعمل اعجاب بالفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.